طبعا البدايات هي كانت طبعا بداية أي لاعب طفل بالفريج مع عيال المنطقة وعيال يعني المدرسة وحب طبعا متعلقين في كرة القدم. لكن اللي من جيلي حقيقة تأثر في النجوم السابقين فترة السبعينات. دورة الخليج 76 كانت هي المحرك الرئيسي لشباب اللي من عمري 10 سنين 11 سنة 12 سنة، كانت لها الأثر الإيجابي كبير على مستوى الكويت، على مستوى الحكومة، على مستوى الرياضة، على مستوى الشباب. وأنا في ذلك الوقت عمري 10 سنوات تأثرنا جاسم وفيصل وطرابلسي وحوطي، أسماء لامعة لدرجة إحنا نغلدهم بالسكة، يعني بس ضبابة جاسم ونحط رقم 7 فتحي كميل. فتأثرنا بهذا الجيل تأثير كبير، فكنا نلعب باستمرار، نلعب بالمدرسة، نلعب بالسكة، نلعب إلى أن جت فترة من الفترات وجارنا العزيز الغالي واحد أصدقائي وزملائي هو المرحوم الإعلامي المتميز عبيد العتيبي، هو صديق خاص الله رحمته عليه الله يرحمه، وأخوه صديقي الخاص عبد المحسن البرقاوي، كانوا جيراننا بالضبط، وكانوا ملتحقوا في نادي النصر في ذاك الوقت في 78. فإحنا نشوفهم يركبون الباص ويروحون في لبس النادي والهذي، فتأثرنا، فحكم أن إحنا بالسكة مع بعض نلعب وكذا، فسألناهم شنو فيه بالنادي شنو فيه، فقالوا النادي فيه ملاعب، فيه كرة، فيه ملابس، وفيه كذا مدربين يبون، قالوا يبون. من بكرة ركبنا الباص ورحنا حوالي 10 11 12، فالتحقنا بالنادي تقريبا 78 79 مرحلة الأشبال. فكان رحمة الله عليه مدرب دريس من السودان، هو أحد المؤثرين في نادي النصر ودرب أجيال كثيرة من نادي النصر. تعلمنا على يده كرة القدم، وتعلمنا على الالتزام وحب النادي وحب الفنيلة وحب الشعار، وتعلمنا كل شيء أن نحب كرة القدم. فكان في ذاك الوقت معي مجموعة جميلة جدا أستذكرهم بالخير، منهم توفى الله ومنهم موجودين الآن، مستمر في علاقتي معهم لله الحمد. فبدايتنا انتحقنا في ذاك الوقت والتزمنا مع النادي. من ذاك الوقت لم أتخلف عن النادي، التزمت التزام كبير. وأحد المناسبات الجميلة حقيقة في ذاك المرحلة في شهر واحد ثمانين هو اعتزال الكابتن علي الشمري، كانت مباراة جميلة وجماهيرية بين النصر الكويتي والنصر السعودي، شارك النصر الكويتي مجموعة من النجوم مطعمة فتح كمير، أعتقد صالح العصفور، سعد الحوطي، كانت مباراة جماعة. حنا كنا من الأشبال اللي كنا ذاك الوقت لهم دور في المباراة، في الكرات، في الاعتزال، في استقبال الهدايا. فكانت لما زالت احتفظ بهذه الصورة ذكرى جميلة جدا لمدرب قدير وعزيز وغالي أخوي أبو مشعل علي الشمري، ما زلت أرتبط فيه في, 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 في علاقة خاصة جدا، دربني سنوات. وبعد من ثم يعني تدرجت 15 و17 إلى موسم 84 85، بديت ألعب مع الفريق الأول واستمريت لله الحمد. في 86 كان موسم متميز عندنا، مدرب توني سكوت إنجليزي مع مجموعة من الأخوة أعضاء مجلس إدارة، حققنا درجة الدوري الدرجة الأولى، وحققنا المركز الثالث في كأس الأمير ذاك الوقت، وكان حضور متميز جماهيري. ولله الحمد هناك في نادي النصر شخصيات يعني من بداية التحاقي اعتز فيهم، المرحوم مثلا مهلي فرهود رئيس النادي السابق رحمة الله عليه، نائب رئيسه كذلك الأخ العزيز والغالي سعود غيث صويط، وكذلك مشاري مكمخ، وكذلك صافق ركيبي، ومن ثم جت مجلس إدارات برئاسة الأخ محمد العدواني برئاسة الأخ طرق سعود، وكل مجالس الإدارات اللي يعني استمرت في نادي النصر أنا أعتز فيهم ولهم كل المحبة والتقدير لأنهم خدموا نادي النصر. كذلك في هذه الفترة المراحل السنية من 15 17 20 درجة أولى، المرحلة هذه جميلة جدا لأنها مرحلة شبابية، وهي مرحلة 17 و18 و17، مو بس بالنادي عندي أنا، جميع أغلب الأندية اللي لعبت وياهم في هذه المرحلة واستمرينا الفريق الأول لسنوات طويلة، الحمد لله الأغلبية محتفظ في علاقاتي معهم بالتواصل الاجتماعي في المناسبات الاجتماعية، وأنا أعتز فيهم جميعا. هذا هي الرياضة الحقيقية اللي ينتج عنها العلاقات الحميمة والعلاقات الطويلة والعلاقات اللي تربط الأخوة الرياضيين، علاقات صادقة وليس علاقات
ما أذكر بعض التصرفات الدخيلة على الرياضة، وأنا أنا أتبرأ من هذه التصرفات، لكن أنا أعتز بهذه العلاقات الرياضية اللي اكتسبتها من خلال الفترة الطويلة اللي مارسنا. تم عاد بعض استكمالاً أنه لعبت مواسم متتالية، جاء فترة الغزو من ثم استكملنا يعني لي بعض المواقف في المباريات اعتز فيها. نادي القادسية نادي كبير وجماهيري وأحبه وأحب جماهيره وكل من ينتبه هذا النادي. كنت في فترات أنزل البديل 86-87 أسجل 87 أسجل، فلي من الأهداف 6 أهداف على القادسية اعتز فيها على هذا النادي الكبير. في فترات رحمة الله عليه فهيدان قال نزل مجاهد بيقور، فكانوا تشاؤمون لما أنزل بديل. فهذه من الذكريات الجميلة، لكن احنا كأرشيف فيديو أو أرشيف مباريات كنادي النصر أو بعض أندية الوسط كان هناك النقل قليل جدا، يعني ما في نقل أو يحتفظ في الأرشيف حتى نحتفظ في هذه المباريات وكذا كذا. ولا احنا مرينا في مواقف الحمد لله سجلت اهداف كثيره مع النصر، لعبت في مركز الهجوم، لعبت في مركز الوسط، لعبت مركز قلب الدفاع، وكل المراكز اللي لعبت فيها استمتعت فيها جدا، استمتعت فيها لانه زملائي اللاعبين من بدايتهم رحمه الله عليه احمد سليمان مطيري حارس المرمى، وكثير الكابتن الكبير خالد شليمي، عماد منصور، فهد شويه، اكر محمود، جاسم مغلوم، ناجي كاسب غافل، خالد شريده، صالح شريده، مجموعة كبيرة من اللاعبين اعتز فيهم. وكذلك يعني من المواقف الجميلة لما نروح معسكرات في الخارج في الثمانينات أو بعد التحرير، فكانت فيها مواقف يعني جميلة، أخوية، عفوية، صداقة، محبة، ربطتنا هذه المعسكرات تكون ألفة جميلة من يعني رابط قوي جدا بين اللاعبين. ف كثر ما يعني الأندية تطلع معسكرات يكون هناك روابط قوية. استمريت اللعب لغاية موسم 93-94. لم أشارك مع منتخب الكويت وإن كنت أتمنى ذلك، لكن يعني كثرة النجوم وكثرة يعني الأندية لها وضعية خاصة قبل يعني، لكن كنت أتمنى أحب أن كرة القدم الكويتية. أنا مشجع لكرة القدم، متابع يعني محلل في المباريات في السابق وبعض البرامج الرياضية، يمكن ما أتابع الدوريات الأوروبية قليل جدا. أنا مهتم بالدوري الكويتي، أتابع المباريات، أحلل المباريات، أعرف النجوم، أعرف اللاعبين، وأتمنى أن يتطور أكثر وأكثر ويكون فيه اهتمام أكثر أكثر. بعد مرور الوقت يعني جت فرصة في العمل الإداري في موسم 2009-2010 محلة الأندية مجلس إدارة معين برئاسة الأخ العزيز مساعد ناصر المطيري مسي عليه بالخير، فاخترت كمدير كرة القدم رئيس الجهاز كرة القدم في نادي النصر موسم 2009-2010. كان موسم من دوري ممتاز من 3 أقسام، حققنا المركز الثالث فرق 4 نقاط عن الأول، كان نتائج إيجابية جدا، اعتز بجميع لاعبين في ذاك الوقت ومدرب قدير برازيلي كذلك المدرب علي الشميري مساعد المدرب، وكل الجميع الاصطاف كان معي اعتز فيه. كانت هناك لنادي النصر بعد هذه الدوري وحصول على المركز الثالث اول مشاركه بالاتحاد الاسيوي الموسم اللي بعده يعني، فهذا شيء جيد يحسب للنادي انه يكون يعني هذا.